السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية، برحب فيكم، نشرب فنجان قهوة مع بعض ونحكي في موضوع مهم كثير. على كل أحوال المواضيع اللي نحن بنحكي فيها يعني كلياتها عبارة عن استشارات، عبارة عن تجارب مع الناس، سواء كان في التدريب أو في الاستشارات الخاصة. ومن ملاحظاتي حتى على مستوى الحياة الخاصة، على مستوى علاقاتي الخاصة، على مستوى الناس، وأنا دائما ألاحظ وأحاول دائما أن أنقل هذه الملاحظات من العلم، من وحي العلم، لأنه نحن مش موضوع، وهذا الموضوع بضحكني، بقول لك كلام، لا هو مش كلام، بس سبحان الله يعني هي مش لكل الناس، في ناس سبحان الله عندها القدرة يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واليوم بدنا نحكي على ثلاث مشاعر تؤذي المرأة وقد تهلكها، يعني قد تنهيها للمرأة. ثلاث مشاعر تهلك المرأة: الشعور الأول الشعور بالذنب، الشعور الثاني الشعور بالإهمال، الشعور الثالث الاستغناء عن. خلينا نشرح. أول شعور، شعور الذنب. المرأة بطبيعتها تميل إلى الاحتواء، بطبيعتها تميل إلى الاعتناء، إلى التقديم، إلى العطاء. ففي مشكلة كبيرة إنه بعض النساء بيصلوا إلى مرحلة من الشعور إنهم دائما مقصرين، دائما حاسة حالها مقصرة. طبعا هذا بيلعب في دور أهلك، بيلعب في دور زوجك، بيلعب في دور المجتمع اللي بيحسسك دائما إنه مهما عملتي رح تضلك دائما مقصرة. وكثير أنا واجهت هاي في كثير، معظم النساء اللي أنا نتكلم معاهم وكذا، وبشوفها حتى زي ما حكينا في الحياة الخاصة، إنه المرأة دائما حاسة عندها عقدة ذنب إنها مقصرة بحق أولادها. بتلاقي المرأة طلعت تشتغل بسبب الظروف المادية بدها تساعد جوزها، بعدين عندها عقدة ذنب، هي تركت البيت، الأولاد هلأ مش حيتربوا، الأولاد حيصير فيهم كذا، الأولاد كذا، وعندها دائما شعور بالذنب. تجدها بالمهاجرات، يعني بتجي بتشوف الناس العرب اللي هاجروا لأمريكا أو أوروبا، بتلاقي دائما المرأة عندها هذا الشعور بالذنب، طلعتنا كانت غلط، الأولاد حيضيعوا، الأولاد كذا. بتلاقيها بتتعامل فيها حتى مع زوجها: أنا مقصرة، أنا لازم أعمل له، لازم أساوي له كذا. وجزء من المشكلة لما تكون كمان المرأة عندها، وهي خطيرة كثير، البحث عن الكمال، لازم تكون كاملة مكملة. وهذا البحث عن الكمال هو أوطى نقطة ممكن يبحث عنها الإنسان. الكمال ليس بالأعلى، الكمال تحت، أنت تحطم نفسك، هو انتحار. البحث عن الكمال هو انتحار. لذلك إذا كان يا أختي أنت بتعاني من عقدة الذنب، عندك دائما عقدة الذنب بالولاد كذا، أنا بدي أنصحك نصيحة: اجلسي وعلى ورقة اكتبي إيش، مين الشخص اللي أنت بتشعري بالذنب تجاهه، واكتبي إيش الشغلات اللي عم تقدميها. والله أنا عم بطبخ وعم بغسل وعم بجلي وعم بدرسهم وعم بنيمهم وعم بدير بالي عليهم وعم بتعامل معهم منيح. اسألي حالك سؤال: هل هذا كل اللي بتقدري تعمليه؟ والله هذا ضمن إمكانياتي الوقتية. وضمن إذن لا تشعري بالذنب، عملت اللي عليك، عم تعمل اللي عليك. ثانيا، وهي شغلة كتير مهمة، اسألي حالك سؤال: انت ليش بتعملي كل هالموضوع؟ انت ليش عم تهتمي بجوزك وبولادك وكذا؟ فإذا كان الجواب بشر الله يعينك، أما إذا كان الجواب رب البشر الله يحيي أصلك، راح تعيشي مبسوطة. لأنه انت لما بتقدم للناس في مشكلة، قد لا ترضى عنك الناس، ممكن ما ترضى، إرضاء الناس غاية لا تدرك. لذلك ذكري حالك ليش أنت عم تعملي هيك. أبوك رباك منيح ونعم الأب، أمك علمتك كثير منيح ونعم الأم، أنت طلعتي هيك وعندك ستاندرد وقيم ومثل في حياتك، برافو عليكي. ذكري حالك ليش عم تعملي اللي بتعمليه عشان لا تشعري بعقدة الذنب، لأنه في ناس لن ترضى، هاي طبيعتنا، طبيعتي وطبيعتك، نحن في ناس ما بترضى، إيش ما قدمت ما بترضى. فلا تأخذي الموضوع على حالك، اسألي حالك سؤال: هل أنا مقصرة؟ في إيش مقصرة؟ إذا كان الجواب نعم، اسألي حالك بإيش مقصرة؟ والله بقدر أعمل كذا كذا، هذا ماشي أوكي صلحي. لكن إذا حاسة حالك عم تعملي كل اللي عليك ومنهكة وتعبانة، معناته أنت عاملة اللي عليك ضمن إمكانياتك. وهون بترجع إلى شغلة واحدة: توكل على الله، أنت عم تعملي لله، لا تطلع على ابنك، تطلع على الرب اللي خلق، اللي أعطاك إياك هدية، زوجك، ما أمك، أبوك. فهي أول شعور ممكن يقتل المرأة، الشعور بالذنب، تخلصي منه. الشعور الثاني الذي يقتل المرأة: الإهمال. الإهمال سرطان النفس للمرأة، مش في سرطان بيأكل الجسم، و الإهمال
لا توجد مرأة في الدنيا تستطيع أن تتحمل الإهمال. وهذا الموضوع بدنا نحكي في شقين. إذا كان اللي بيسمعنا رجل، رجاءً انتبه على أنك لا تشعر زوجتك، أختك، بنتك، أمك بالإهمال. شوف الرجل الأب هذا بتأثر بالإهمال الإبن، بس بضل أقل حدة في التأثير من المرأة. المرأة لا تتحمل الإهمال، لا تتحمله. لذلك بشغلات بسيطة وبفعال بسيطة جدا أشعر المرأة أنها غير مهملة. خذ رأيها حتى لو بدك تعمل عكسه، يعني خذ رأيها حتى لو بدك تعمل عكسه، حتى لو ما اقتنعت فيه، بس مش تأخذ رأيها عشان تعمل عكسه. مش روح تقولها يمين ولا يسار، يمين طيب يسار، لا، بس خذوا رأيهم. بس أنا هون خطابي، لأنه ممكن اللي يسمعني يرد وممكن اللي ما يسمعني يحكي لي أنت شو دخلك، بس أنا راح أتكلم مع الإنسان اللي عم بيعاني. إذا أنت عم تعاني من الإهمال، حاولي تجد الاهتمام في أماكن غير اللي بتبحثي فيها عن الاهتمام. يعني أنا مثلا اللي مهملني، أنت حاسة اللي مهملك ابنك، زوجك، أمك، أبوك. تذكري أنك ممكن أنت تعطي لنفسك اهتمام. أعطي لنفسك اهتمام، كتاب بتقرأيه ممكن يعطيك اهتمام، رياضة بتلعبيها بتعطيك اهتمام، هواية معينة بتعطيك اهتمام، في ناس في حياتك بيحبوك، روحي لعندهم، أمك ممكن تعطيك اهتمام. خليكي دائما حريصة أنك تحصلي على جرعة اهتمام. لا تعتمدي في كينونتك وكيانك على أنه لازم يكون في شخص بيهتم فيني. ما بدي أحكي كلام رومانسي، أنت بشر وأنا عارف، وأنت امرأة وبدك اهتمام، الله يعينك، بعرف موضوع صعب. بس طب شو نعمل؟ عندك خيارين، يا بضلك تبكي وتلطمي وتضلك عبال ما يعني تموتي قبل أوانك، يا إما تقولي لحالك طب شو بدي أعمل، قدر الله ما شاء فعل. ومرات لما نبطل نطلب الاهتمام يأتينا الاهتمام على طبق من ذهب وفضة. مرات لما نبطل نطلب الاهتمام بتلاقي واحد كان مش مهتم فينا طلع هيك، ايه صلها فترة هيك ما بتطلش، عارف متغيرة، خير مالك، انت مريضة ولا بيجينا اهتمام لأنه بطلنا نطلب الاهتمام. فاهتمي بنفسك، واهتمي انك تعطي لحالك الاهتمام. والاهتمام هو الشيء الوحيد الذي لا نحصل عليه بالسعي إليه. حطوها علقوها هاي عندكم، الاهتمام هو الشيء الوحيد الذي لا نصل إليه بالسعي إليه. لأنه أنا الإنسان اللي بدي أقتل حالي عشان يهتم فيني، هذا مش سائل، لن أحصل على اهتمامه. وحتى لو أعطاني اهتمام فهو فيك، مزيف ولحظي وما رح يعطيني أي شعور. وبجوز مرات من كثر ما تعبت وأنا أطلب الاهتمام، لما يجي الاهتمام يكون عرائي أم كلثوم، فات المعاد، صح؟ الشعور الثالث اللي بدنا نحكي فيه، المرأة تكره شعور الاستغناء. وأنا هون بدي أوجه رسالة، إذا أمك ست كبيرة، الله يخلي كل أمهاتكم، أعطيها شغل، أعطيها شغل. يعني إجت زارتك بالبيت قولي لها يما الله يرضى عليك يعملي لنا السلطة، سوي لنا كذا، خذوا رأيهم في كل شيء وصغير وكبير. اتصلي فيها قولي لها ماما أنا ابني عمل كذا كذا. لا مش ضروري تاخدي برأيها، أعطيها شعور أنه هي لم يتم الاستغناء عنها. المرأة لا تحب التقاعد، الرجل يحب التقاعد، الرجل بحب يتقاعد، بقعد. وحتى لو قعد في البيت لقيه بيلاقي شغلة، لو عمل أي شغلة في البيت، ما هو مش متعود يعمل شغل بيت، بيسلي حاله. بس المرأة صعب تلاقيها قاعدة ومش جاية عبالها تعمل ولا إشي. نحن الرجال عنا هالقدرة، نحن بنقدر نقعد هيك ونستمتع ونقعد على التلفزيون وقلب هالتلفزيون. المرأة نشاط وحركة ومشاعر و و و اوعى تحسس أمك ست كبيرة بأنك استغنيت عنها. وهذا من باب أولى انه لا تحسسوا. انا ليش عم بحكي الامهات؟ لانه المراه في شبابها وكذا صعب الناس تستغنى عنها، بالعكس البيت كله متعلق برقبتها، كلياتنا محتاجينها. يعني لما تمرض الام ولا الزوجه يوم البيت كله بضيع. بس لما تكبر، وهون الرساله للمراه لما تكبر، لا تستغنوا عن امهاتكم، حسسوهم انهم مهمين وانهم رائعين وانه كلامهم مهم، شغلوهم. مش تجيبي أمك عندك تقعديها في البيت، قعدي يما تتحركيش، أنا والله يما ما بدي إياك تتحركي، كل شيء راح يوصلك. لا تقتلوهم، هذا قتل، هذا قتل، بس بدون سبق إصرار وترصد. بالعكس أطلبي منها، شغليها، قولي يما ساعديني، اعملي كذا، خليها تحس أنه أنتوا ما استغنيتوا عنها، خليها تحس أنه أنتوا بدكم إياها. خليني أحكي في شغلة مهمة هون عشان الفيديو كمان يكون متوازن.
خليني أحكي عن الرجل، يعني طالما لسه الفنجان القهوة في قهوي خليني أنا مستمتع بالحديث. ما هي المشاعر التي تؤذي الرجل؟ أول شعور يؤذي الرجل العجز. يا لطيف، الرجل إذا شعر بالعجز مشكلة كبيرة، يقتل. أصعب إشي على الرجل ابنه يطلب منه شغلة وما يقدر يجيبها، ولا زوجته تطلب منه شيء وما يقدر يجيبه، ولا أمه وأبوه يطلب منه شيء وما يقدر يجيبه، عن عجز. شعور العجز قاتل للرجل، قاتل. وأنا نصيحتي هون، اعرف يقينا أنه كل رجل في الدنيا بيمر بهاي المرحلة، سواء بحس أنه مش قادر يعطي مشاعر، مش قادر يعطي بسبب أنه مثلا مشغول كثير في الشغل ومطحون طحن، أو حاسس بالعجز تجاه الموضوع المادي. بس بدي أنبه لكل رجل بسمعني، ورسالة من رجل إلى رجال، تذكر دائما أنك أنت لست عاجزا، لكن تمر في مرحلة فيها عجز في نقطة معينة. قد تكون الآن عاجز على أنك تلبي احتياج معين، لكن بإمكانك أنك تلبيه للأمام. فدور دائما، فكر للأمام. اليوم أنا مش قادر أأمن شيء معين لابني، بس تعال نفكر للأمام، كيف ممكن أنا، لأنه أنت الرجل بطبيعتك وطاقتك الذكورية هي طاقة اندفاع وطاقة عمل. ثانيا حبيبي، الله يرضى عليك، من كلمة من رجل لرجل، عندك عجز في موضوع، عوض في موضوع. مرات الموضوع ما بيكون موضوع مادي، تعرفوا ان الاولاد بتربوا بالحرمان اكثر ما بتربوا بالاعطاء. الولد مرات بده حرمان، فمرات اذا حاسس انك انت عاجز لسبب او لاخر في موضوع ثاني، لا تخلي هذا الموضوع سبب انك تعمل عجز في كل الاشياء الاخرى. انا اليوم مستواي المادي عم بعاني ماديا، بس هذا مش معناه اني عادي اعاني كمان واكون بخيل عاطفيا. اعطي عاطفه، وهي العاطفه بترجع لك طاقة. أعطي زوجتك عاطفة، أعطي أولادك عاطفة، هاي بترجع لك طاقة، وهاي الطاقة بتخليك قادر أنك تتجاوز أي عجز بصير عندك. فلا تدخل هذه الفكرة في رأسك، لست عاجزا إلا عندما تموت. العجز التام عند الموت فقط. تستطيع، لدرجة أنه إحنا تقدر تصلي بعينيك. ربنا طلب منا لما نكون مريض وتكون منتهي صلي بعيونك. إذا أنت لست عاجزا لآخر لحظة بتقدر. الشعور الثاني الذي يؤذي الرجل هو نفس الشعور، بس أنا هون الاحتياج لي مش الاستغناء. الرجل يحب أنه يحس دائما أنه هو صاحب الكلمة في البيت، أنه الكل محتاج الأبروفال تبعه، حتى لو كان ديمقراطي، وحتى لو كان مسالم، وحتى لو كان ما بهمه كثير، بس بيضل كل رجل فينا بحب يحس أنه هو صاحب الكلمة. فأنا نصيحتي عاد، أنت لو امرأة أعطوا الرجال هذا الشعور دائما، خليه دائما يحس برجولته، خليه دائما يحس بكينونته. ذكروا رجالكم دائما، ذكروهم يا أخي، امدحوهم بالأشياء اللي بيعملوها. أنا عندي 1000 عيب وعندي ميزة واحدة، ركزي لي على الميزة. الله يرضى عليك، امسكي هالميزة وركزي عليها. والله أنت كذا وكذا وكذا وكذا، سلبيات، بس والله إنك كريم، والله جوزي بخاف الله. ركزوا على هالموضوع، لانه هاي القيمه عند الرجل. لما يصير مدحها بس تكون حقيقه، مش اقعد اكذب، لا، لما يصير مدح القيمه الموجوده عنده، وان احنا محتاجينك، نحن محتاجينك عشان هالقيمه، بتلاقيه في كل القيم صار يزيد. وهي طبيعه هذا الرجل وهي هي المراه. الرجل يجب دائما ان يشعر بانه ليس عاجزا، والرجل دائما يجب ان يشعر انه له كلمه في بيته. والمراه شو حكينا؟ الاهتمام، عدم الشعور بالذنب، ولا تستغنوا عنها، هي نصف المجتمع وتربي النصف الآخر. أنا هيك بكون خلصت. هذا هيك كان فيديو هيك صباحي مع فنجان قهوة. أنا يمكن الفترة الماضية انقطعنا بس هيك يومين ثلاثة. أنا اليوم مشغول في تصوير برنامج، إن شاء الله حيكون برنامج جميل وضخم، فيعني حنعلن عنه للأمام، فانشغلنا شوي، لكن هذا لا يغني عن فنجان قهوة معنا في صفحتنا، صفحة الدكتور حسن المزين. بدي أتشكركم جزيل الشكر. نحن أعلننا على بداية تسجيل لكورس أساسيات العلاقات الزوجية الناجحة. هذا الكورس متجوز أو بدك تتجوز أو بدك تدور على عروس، وأنت نفس الشيء مقبل على الزواج أو متزوج أوريدي، أو لسه بدك تدور على شريك حياتك، هذا الكورس حيعطيك كل ما تريد ويجب أن تعرفه عن المرأة والرجل وطريقة التواصل.
بينما طريقة الخلاف وطريقة الاتفاق والخريف بدأ والشجر قاعد بتساقط. فكل ما تريد أن تعرفه من خلال هالكورس سنبدأ في 1/10/2020، يعني معنى هذا الشهر للتسجيل، سينتهي التسجيل في 30/9. طب وين نسجل يا دكتور؟ راح أترك لكم رابط للتسجيل في أعلى الفيديو بالنسبة لمتابعين اليوتيوب في وصف الفيديو، أو اللي مش عارف يوصل لسبب أو لآخر يبعث لنا رسالة على الخاص. أحبكم في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ولا تنسوا أمي الله يرحمها اللي علمتني ألف باء تاء ثاء، الله يرحمك يا أمي، من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.